عاطف، عاطف انت بتجيش ورايا ليه؟ انت هتحلم ولا ايه؟ ما حلمت بحاجه غير ده يا عوض. طب معلش نحلم بعدين، لان الراجل قاعد مستنيك جوه. مستنيه فين؟ ايوه جوه يا عم، بقول لك جوه. دخلت لو قال لي نادولي تعالى بسرعه. يلا طب يلا يلا بينا. لا لا استنى. ايه تاني؟ يا عوض ما انت خطفتني يا عوض، ما لحقتش حتى اشصور ولا اعمل جل ولا اي حاجه. يلا عاطف يلا عاطف، هو الجل هو اللي هيغني. يلا يا حبيبي. يا عم غنى ايه، هو بقى في سماعه دلوقتي، اهم حاجه الكاريزما والحركات واللبس والحاجات دي. طب يلا كاريزما. يلا يا حبيبي. طب الراجل قاعد مستني. حبيب قلبي، البت دي ما تسواش اكتر من اللي انا قلت لك عليه. عاجبها اهلا وسهلا، بكره تجيلي على باب الشيراتون، ليك عليا احط لها صوره 3 متر في متر. مش عاجبها تسمعني اغنيه المرحومه ورده بودعك. انا بقول لك الكلام ده عشان ثواب اكسبه عند ربنا يوم القيامه في اعمالي. اهلا يا متر. فين يا سيدي المطرب المعجزه اللي وجع لي دماغي عشانه؟ معجزه وبس، انا جايب لك في يد قنبله نوويه هتفرجع في وشك. تفرجع في وشك انت؟ انت مالك ومال وشي؟ اصبر بس يا عاطف. تعالى يا عاطف. وانت ده هو مين؟ دلع ارحمني. لا مش نازله وارحمني بقى، مش نازله وارحمني بقى. مش كده عم الشبح مين انت؟ مشغول يا ابن العرقان، انت مالكش دعوه. بعد وانا واختك من على السجاده يا ارحمني. انا بتعالج بقى. وانا تظبط مين يالا؟ تعالى بقى يا دكتور. الحقونا الحقونا يا نهار اسود. الحقوني الحقونا يا ناس، الحقوني الحقونا. انت ايه؟ انتوا تعرفوا بعض يا استاذ نونو؟ ايوه عرفنا يا عوض، بس انا بقى ما اعرفش ان هو لسه نونو. انت جاي تهزر يا ابني في مكتبي؟ جرايه يا اخوانا، استهدوا بالله بس، استهدوا بالله. يا عوض انت عامل لي كمين وجايب لي الواد معاك في المكتب؟ لا ده ربنا هو اللي جابني هنا عشان اخد حقي منك. بس 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 خلاص انا فهمت، هو عاطف جالك جاب لك ده وغنى صوت عارف عشان عارف. فرصه ثانيه ان شاء الله. غنى ايه وزفت ايه يا عوض؟ النوم بتاعك ده هو اللي غزاني، وهو اللي كان عايز يقتلني في الشارع. عندك ياد شهود ياد، زي ما بقول القانون عندك ما يثبت. ده انا هثبت على وشك. لا يا عاطف لا لا غلط يا عاطف، لو ليك حاجه هتاخده بالقانون. اهو قال لك الافوكاتو بالقانون يا روح امك، مش بالاذى ده. لا امه لا يا نونو، عاطف يبقى اخويا وامه زي امه، ويجيب سيرتها اغطي على لسانه. تفهم ولا لا؟ وانا ديكا انا ديكا بلا مزيكا. بقول لك ايه، ما حدش هيفرق من يدي الورق اللي في ايدي يوديك ورا الحديد. انت جاي تهددني في مكتبي؟ اسمعني زين، اللي عملته في عاطف ده مش هيعدي بالسهل. يلا يا عاطف. طب ورينا هتعملوا ايه. يلا وتربط امي، ما انت شايف ريحه محكمه وانا داخل برجلك فيها يا عوض. وخلي المطرب بتاعك يبقى يغني ويمسك الحديده تاني في اي مكان، خليه ماسك الحديده. الله. اتنزلت على المحضر كيف يا عاطف؟ في المستشفى يا عوض، انا فاكرك عارف من ساعتها. عارف ايه بس؟ اخوك قال لي ان انت ما تعرفش اللي ضربك عشان اديت حافظ ضد مجهول. ما ده فعلا اللي انا قلته في المحضر، بس البت سحر اللي اتغذيت بسببها عارفاه، وهي بقى اللي اتحايلت على امي عشان اتنازل. اتنازل ليه العبيطه دي؟ ده كان هيخطفها وانت اللي حميتها منه. هو كان في حاجه بيناتهم يعني؟ معرفش يا عم اذا كان في حاجه بينهم ولا لا، بس البت دي كانت خايفه تتفضح قدام ابوها. تنفضح كيف وهي اللي مجني عليها؟ يا ابني افهم، البت قالت ان ابوها مشلول، ولو عرف بقى ان هي شغاله في الكباريه هيحصل له حاجه، ولو قالت بقى اسم الكلب ده في المحضر هتتفضح، ابوها ممكن يروح فيها. يا سلام، وانت بنبهتك صدقت الفيلم الهندي ده وطلعت ابنتك على المحضر وتنزلت؟ انت هتشكل عليا يا عم، ما تروح تقول لامي هي اللي قالت لي اتنازل. لا قول ايه، التنازل ده حلو جوه عاطف، احلى حاجه في الدنيا تسامح. خد امال اقول لها خدت ولدك يغني في كباريهات؟ انا مالي غني ايه بقى عوض، ما فيهاش غنى، كل السكك اتقفلت في وشي. خلاص يا عم هاني يا شاكر، هو اللي خلق النونو ده ما خلقش غيره، الفرص كتير. انت سمعت بنفسك يا عم، انا ناقص صدر لي في اي حاجه، مش هخلي حد يسمعني. وكان حد بيسمعك من اصله؟ ما تخافش صبرك بالله، بس انا هتصرف. هتتصرف ازاي بقى؟ مالكش صالح انت، الصباح رباح، بكره يجي لك حقك لحد عندك وفرصتك وزياده. بس بالله عليك يا عاطف، اوعى تحكي اللي حصل ده لامك.
ست معجونه في هم ومشاكل ومقدرش تاخد نفسها واصل.